شوف رأيي في المنتخب الجزائري هو من قبل من ديك التمنياتون ديال البارح حاليا هو اقوى فريق في القاره، باش ما حبيتش بالاداء بالارقام بالاحصائيات ومن حق اي جزائري انه يفتخر بالفريق اللي عندهم دابا، ولكن هذا ما كيعنيش انك قطعتي الواد اورنج فورج ليك. كاع المنتخبات القاره عارفين بقوه المنتخب الجزائري، اي منتخب غتلعب ضده انت اللي غتدخل مرشح هو غيضرب لك الف حساب، غيلعب بدون ضغوطات وغيعطي اكثر من جهده باش انه يخلق المفاجاه. كنتمنى اتخاذ القضيه بعين الاعتبار، كنت باغي نقول لكم هنيئا بهذا المنتخب، لكن فضل ما نقولها حتى من بعد التأهل ان شاء الله. نتأهلوا كاملين ونمشيو قطر نزايو تما.